هذا كان عجيب من الهضم. إنك يا سوق هذا الجيس كها وعلى معاه وعريان كرسي الكفر يزين وفي المالك كرسي سنك عشان كل واحد أول يوم ما فرح هذا المالك عشان يدري. قال مسلم ما سعادة بدرين. حيل قف مسلم ولا باتيسن. أما حتى مسلم أيه. مرجع كفر يزيد لين وقف على طول. مسلس. ذلك وحواء في حد من يدك ولا رأوا لي كفر ليان أي في حد من الكتابات مركب من علامات السعادة وحكمت البدر المعروف إلهي يقول لي لا خير في كثير من نجواهم شرك يعني قبل عيان إنت توضى بضوح خير وفجر مريم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس شرك استقر لقبل عيان خير مرها أتوصد هذا الشيء كبحسي فدقين إسفرعين وكلا كامل معروف يوراك بسفر على شرط السكريبة دك اللي جيسينا شرط مركع كغير قليل فيلي آيات أصدر وفقصتها وقليل نزو هذا وقف وراء اللي جيسينا وطريقنا ميد الجبرة نسبة العروسة وطريقنا نزو خويس المسلمان سبينا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حمارة مش في جيتو إلى الزوبة بيها الروا وطريقنا وحيد تاسك بحسن هتقينا شرك أستدينا وراك أبنى شيء لكن ما أنت الشرف ربنا كي غير بينا الشرك مرقى سألو شيء كليسي حق إبلاي أختي على بلاوية إليه بليه بلاك في عالم تمام هذه الشرك النوع عسى الإمام ويسيدنا كل شيء يوضعوا عدوار كايا نين عقليا لمن ومسكعدي سيوى حقر ديهي أو ورا يكسر وندبع لهين وطرك كبحر تمام لكن هذه الشيء منك أقوف وقام بنا الشرك النوع عسى نيك أقوف بالبادة طبعاً خرابة ده قرار موسى قرار تلفون كوجود أنت لما بس هكذا جبت حاجة سمارة ما عندك سين موتور يعني EFC بلاس طول هذا عك قرار موسى قرار لكن ماشي وبرايد الموضوع ما ليه يعني يا هذا يا مان سياسة جزء زمان والموضوع غاي طبعاً وانا كان غاي ده لو عنو حسابيني هي من طبعاً كم غاي ومعني سياح جلو طبعاً ماشي موت الشارع عنك معارين سمع تلفون هذا ديت يا حتى ريما خبرنا هاي مش قلت شنو ابي ما يقول نين هو تحدود على انت سو دبي سو غري الى هي حتى ما مرسا سياسه درات دي اللي سوتي اسمع لو حتى تلقوني سمع سوشيال ميديا اكسس شيء يا سو ليتست ابديت لاجل الكرسي يعقف وراك على حبطه وقفه اللغه اللي بدونا ترى سمع نكشر له لا عندك مالك ما هي الأمراض جديدة الخلاف لا خير في كثير من الجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أنت الصوشير هديتها عندنا وليبها عن قرقارنا أنا كيف قالنا خيري وناجا مبارا سمع هدي لكن أنت أي حين كفور ومدبيت عقصود ببينها لو قدروا إيمان قدروا كيف قدروا كيف اللي حد من علامات السعادة هو اهتمام المسلمين.